فديورنج اوبريشن ياخذ بايوبسي من عنده وبعدين طبعا يعرضها الى يعني الهيستوباثولوجيست الى الاخصائيين الانسجه فيعطونه نتيجه يعني انيه خلال العمليه عن وضع الكتله هذه فيعطينه نتيجه انيه هنسميها فلود انفكشن يعني او مثلا عقده لمفاويه غير نشعك بها انتشار او ماكو بها انتشار ممكن نعمل فلود انفكشن يعني في 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 يعني في نفس وقت العمليه يعني هو مريض داخل تحت التخدير يبعثون من هاي خذعة من العقد اللمفاوية مالته حتى يشعون إذا أكو انتشار للعقد اللمفاوية لأنه في حالة أنه أكو انتشار ممكن يستأصل جميع الغدد اللمفاوية وهكذا. فإذا البروتكشن له استخدامات محدودة اللي هي عادة تكون during the operation زين فيما يخص الهيستوباثولوجي. بعدين انتقلنا إلى محاضرات السيل انجري اللي أنا بديت بها. طبعا السيل انجري إحنا يعني نحكي على مستوى الخلية يعني إحنا هذا في محاضراتنا الأولى والثانية مع السيل انجري احنا خلينا نحكي على مستوى الخليه الواحده. يعني شنو على مستوى الخليه؟ يعني راح نوشع المشاكل اللي تواجهها الخليه اللي طبعا راح تنعكس على النسيج اللي بها الخليه وبالتالي راح تنعكس على الاورجن اللي موجود ضمنه هذا النسيج وهذه الخلايا. زين يعني هذا المخطط اللي قدامكم الان هو يمثل يعني مختصر ل تقريبا الاشياء اللي راح ناخذها بالشابتر هذا او بهذا المحاضرتين يعني اللي هي انه احنا اول شيء نناقش النورمال سيل او الهوميوستاسيس هاي اللي انت اخذتها مفروض في الهيستولوجي او البيولوجي عرفتها من خليه وتتكون من نواه ومن سايتوبلازم وبها بوردرز احنا نسميها سيل ممبرين او سيل بوردر وعرف نهايه الخليه بالسايتوبلازم بالنواه عندنا جينيتك ماتيريال اللي هي الدي ان اي اللي تترتب على شكل كروموسومات وهاي الكروموسومات هي تعتبر الكنترول وتعتبر الـ يعني الـ يعني الجزء اللي هو يتحكم بالخليه كلها زين. والسيتوبلازم يحتوي على الرايبوزوم والرايبوزوم ميكروتوبيلام ويحتوي على مثلا يعني لايسوسوم والميتوكوندريا وغيرها من الاورجانلز اللي تنفذ اوامر النواه زين وتصنع بروتينات معينه وانزيمات معينه. طبعا لكل خليه تخصصها مثل ما حضراتكم بس طلاب طب أسنان تخصصهم طب أسنان، طلاب الصيدلة تخصصهم صيدلة، طلاب الطب كذلك الهندسة. فكل خلية في أورجن معين مثلاً بالليفر هي إلى وظيفة معينة، بالثايرويد وظيفة أخرى، بال يعني أورال ميكوزا وظيفة أخرى، بالتانج وظيفة أخرى، المصل وظيفة شكل، النيورون وظيفة أخرى. فإذاً كل خلية لها تخصص لها مجال تعمل بينه زين. فمجتمع الخلايا تقريباً يشبه مجتمع اللي إحنا نعيش بينه يعني مجتمع البشر زين. هاي الخلايا في الحاله الطبيعيه احنا ما راح نناقشها لان احنا موضوعنا باثولوجي يعني موضوعنا ديزيزز احنا راح نناقش الابنورماليتيز. فاذا من عندنا ستريس او بروبلم يعني هاي الخليه تتعرض الى مشكله زين حالنا حال اي بشر الان يتعرض الى مشكله راح يصير فيه ادابتيشن يعني الخليه هذه راح تتكيف مع هذه المشكله. فالادابتيشن هو عمليه التكيف زين مثل ما احنا حاليا قاعدين نعطي محاضرات اونلاين عشان نتكيف مع وضع الكوفيد 19 نفس الشيء الخلايا تتكيف مع الستريس اذا تعرضت الى نقص اكسجين او تعرضت الى نقص في البلد سبلاي او تعرضت الى حراره عاليه او تعرضت الى فد درج معين او توكسين معين والى اخره من الستريسفول كونديشن راح تصير فيها ادابتيشن زين. معنى الادابتيشن يعني اما اتروفي هايبرتروفي هايبربليجيا او ميتابليجيا وتعرفتم عليها يعني في خلال المحاضره زين. الادابتيشن هذا اذا الخليه ما طاقه تتحمله زين وصل الى مرحله معينه راح الخليه خلاص يعني راح تنتقل الى مرحله اخرى وهي مرحله السيل انجري يعني بعد الخليه ما تتحمل هذا الستريس ما تقدر تتكيف معانه ما تقدر تعايش معانه فتتحول الى مستوى اخر وهو مستوى انه حيصير عندها سيل انجري راح تتعرض الخليه الى ضرر. السيل انجري معناته الضرر اللي أو المشكله اللي راح تصير في هذه الخليه راح تصير فيها انجري زين. هذا السيل انجري نوعين اما يكون ريفرسبل. شنو معنى ريفرسبل؟ يعني اذا شلتوا البروبلم او شلتوا الانسلت او شلتوا هذا الستريس اللي عامل مشكله بالخليه اذا شلتونه الخليه راح ترجع الى وضعها الطبيعي فهذا يسموه ريفرسبل انجري. يعني الخليه ممكن ترجع الى وضعها الطبيعي في حاله انه انا شلتوا الستريسفول كونديشن مالته زين. اذا الستريس مالته او البروبلم الموجود فيها كان اقوى من ذلك ايضا راح يتحول الخليه الى وضع اخر وهو الريفرسبل سيل انجري زين. معناته الخليه اول شيء راح يصير فيها ادابتيشن اذا ما تحملت راح يصير فيها سيل انجري اللي راح يبدي بشكل ريفرسبل واذا ما تحملت الخليه راح يصير فيها الريفرسبل سيل انجري. شنو معناته الريفرسبل سيل انجري؟ معناته انه هاي الخليه خلاص
ما راح ترجع الى وضع الطبيعي، حتى لو شلتوا هذا الستريس او حتى لو حليتوا المشكله ماله او حتى لو حليتوا الديزيز اللي صار فيها، راح خلاص الخليه راح يصير فيها ريفيربل انجري اللي هو بما معنى السيل ديث، يعني الخليه راح تموت. زين، وهذا الريفيربل سيل انجري اما يكون على شكل نيكروسيس او يكون على شكل ابوبتوسيس. هذا تقريبا ملخص يعني معظم الماده اللي اخذناها، واخذت انواع الخلايا حسب قابليتي على الانقسام. عندنا ثلاث اقسام، اما البايل سيلز اللي هي High capacity of proliferation أو stable cells اللي هي يعني تكون stable في الحالات الاعتيادية، تنقسم فقط عند الحاجة له. وعندنا permanent cells اللي هي الخلايا لا تنقسم حتى لو احتاجيناها، زين، خلايا دائما يعني وضعها يعني دائم ما تنقسم، لا ليس لديها قابلية على الانقسام، فمن راح نفقدها ما نطيق نعوضها مرة ثانية، مثل خلايا القلب cardiac muscle، وعندنا النيورونز الخلايا العصبية. وبعدين يعني هذا الاتروفي والهايبرتروفي هايبرفليجيا ميتافليجيا، هاي كلها ان شاء الله تكون يعني شرحتوها بشكل مبسط، يعني ما راح ارجع له، بس اذا عندكم سؤال بعدين راح استقبل اسئلتكم. وقلنا الادابتيشن اذا ما تحملت راح ندخل بالسيل انجري، وهاي في الجنرال ايديا او جنرال برنسبلز، وهاي كوزز اوف سيل انجري، يعني ليش الخليه يصير فيها سيل انجري، اما بسبب الهايبوكسيا او فيزيكال او كيميكال او مايكروبيال او اميون بروبلم او جينيتيك بروبلم او نيوتريشنال او ايجين، فهي تقريبا تشمل كل انواع الديزيزز او الاسباب الامراض اللي احنا ممكن نواجهها في مجال الطب او طب الاسنان. زين، وبعدين بدينا بالريفرسبل سيل انجري وحكينا على المورفولوجي مالته، يعني شنو مورفولوجي؟ مورفولوجي يعني الاشياء اللي نشوفها بالسلايد او بالعين المجرده. مورفولوجي يعني مورفولوجي يعني التشينجز اللي نغشعها يا اما بالعين المجرده اللي يسموها جروس تشينجز يعني نشوفها بعيننا، او الميكروسكوبيكال تشينجز اللي نشوفها بالمجهر الضوئي. زين، عندنا تو مورفولوجيز اللي هي السيل سوالينج والفاتي تشينجز، وحكينا عنهم واخذنا فكره عنها. بعدين حكينا على الريفرسبل سيل انجري اللي قلنا عليها هي السيل ديث، وهذا السيل ديث او موت الخلايا راح ياخذ شكلين، يا اما شكل النكروسيس او شكل الابوبتوسيس. زين، وحكينا عن النكروسيس والمورفولوجيكال تشينجز مالته، والابوبتوسيس اخذنا فكره عنه ايضا. المهم بالموضوع هذا الديفرنس، يعني هذا يلخصك هون، هذا موضوع الكومباريزن بين الابوبتوسيس وبين النكروسيس يعطيك الزبده مال الموضوع. زين، فهذا الكومباريزن اللي هي هذا السلايد وهذا هذول تو سلايدز ديفرنسز بين ابوبتوسيس اند نكروسيس، يعطيك ملخص النكروسيس والابوبتوسيس، يعني يعطيك فكره عامه اللي هي الابوبتوسيس تكون اكتيف هاي باسيف هاي سنجل سيلز وماس اوف سيلز والى اخره من الاشياء اللي احنا شرحناها، وان شاء الله تكون واضحه. وايضا يعني اذا عندكم سؤال ممكن نشرح، وهذا طبعا ايضا يعني في الجنرال سكيم ايضا عليها. وهاي المحاضره اللي هي الثانيه، المحاضره الثالثه كملنا بها، يعني اللي هي الثانيه بالسيل انجري والثالثه بالباثولوجي، كملنا فيها انواع النكروسيس. يعني هذا النكروسيس ياخذ اشكال، زين، هو كله نكروسيس كله سيل ديث، زين، كله هو عباره عن ريفرسبل سيل انجري، لكن انه اشكال، زين، مثل ما حضراتكم طلاب اسنان محمد واحمد وحسين وعلي وكذا اسماء طلاب، هذول هم اسماء للنكروسيس او اشكال من النكروسيس، كوجلاتيف ليكوفاكتيف كازياس فات نكروسيس فيبرينويد نكروسيس غانغرين، هذول كلهم عباره عن نكروسيس لكن باشكال وبظروف يعني مختلفه حسب نوع النسيج وحسب الكوز مال النكروسيس اللي صار فيها. زين، وبعدين بالمحاضره اخذنا، بعد ما خلصنا النكروسيس اخذنا في موضوعين هي اضافه على السيل انجري او تكمله لموضوع مفهوم السيل انجري اللي هي الانتراسيلولر اكيوميليشن والباثولوجيكال كلاسيفيكيشن. زين، اخذنا الكوجلاتيف، زين، وحكينا على الشكل وحكينا يعني هذا هو يكون يعني الكوجلاتيف بشكل عام الاوتلاين از بريزيرفد، يعني انا اطيق من اللو باور او من بعيد اطيق احدد اقول والله هوني كان عندي تيوبيول هوني كان عندي خليه معينه هوني كان يعني اثار المنطقه هذه اللي كان فيها نكروسيس موجوده، زين، اطيق ملامح العامه موجوده، مثل ما عندي صوره مغوشي او صوره الريزولوشن ماله ما عالي اطيق احدد انه هوني اكو شخص هوني اكو مثلا بيت هوني اكو سياره، لكن ما اطيق اغشع شنو نوع السياره او شنو يعني معالم هذا الشخص. زين، فهذا هوني مثلكم الفايبل اريا المنطقه اللي ما فيها نكروسيس، وهاي المنطقه اللي فيها نكروسيس لاحظون يعني كاوتلاين كاركتكتشر كبنيه عامه متشابهه، لكن من تجي تدخل على التفاصيل ما راح تقدر تحددها، فهذا هو يعني مميز للكوجلاتيف نكروسيس. زين، ومفهوم الانفراكشن ايضا مهم انه هو عباره عن نكروسيس ديو تو اسكيميا. زين، فمن يصير عندي سيل ديث بسبب الاسكيميا، اذا شنو هي اسكيميا؟ اسكيميا معناتها ديكريز اوف بلاد سبلاي. زين، يعني اما ديكريز او
نوبلا سبلاي فهي يسموه اسكيميا. هذا راح يسوي نيكروزز. هذا النيكروزز اللي نتيجة الاسكيميا احنا نسميه انفراكشن، اللي هو ياخذ شكلين، يا اما ياخذ شكل الكوغنيتيف نيكروزز في كل الاورجنز زين ما عدا اورجن واحد اللي هو البرين. بالبرين ما راح ياخذ شكل الكوغنيتيف، راح ياخذ شكل الليكوفاكتيف نيكروزز اللي هو النوع الثاني هذا الليكوفاكتيف، اللي هو قلنا اما يكون سي ان اس انفراكشن بالبرين او سببه فوكال بكتيريال او فانجل انفكشن او اسيد فورميشن. زين ليش بالبرين عاده يكون الليكوفاكتيف ما يكون كوغنيتيف؟ لانه طبيعه نفيج الدماغ تكون هشه، يعني هو البرين نفسه يكون سوفت مثل يعني كلش رقيق زين، فبالتالي من يصير عنده نيكروزز ما راح يكون بشكل كوغنيتيف وانما راح يكون بشكل ليكوفاكتيف. هون ايضا هذا منطقه النيكروزز وهي الانفلاماتوري سيلز اللي حواليها، واخذنا الكازيات اللي هو يعني كثير نشعه بالتي بي زين، ممكن نشعه في ديزيز الثانيه اللي هي منطقه الكازيات. ليش يسمونه كازيات؟ لانه يشبه تشيز زين، تشيزي لايك، فباللاتيني كازيات معناته تشيزي لايك ماتيريال، وهذا يعني هذا الكازيات نيكروزز. الفات نيكروزز حكينا على عنده بينه نوعين، وحكي يعني الفيبرينويد، الفيبرينويد اللي هو يميز النيكروزز اللي نوشعه بالبلاد فازلز يعني غالبا الفيبرينويد نيكروزز. والجانجرين اللي هو في الكلينيكال تيرم اللي انت تسمعونه كثير انت بالكلينيكال زين، جانجرين اللي هو عباره عن يعني نيكروزز اوف ذا لمب عاده اللي هو اللور لمب بسبب الاسكيميا وبسبب اللوس اوف بلاد سبلاي، واللي عاده يكون كواجلاتيف. فجماعه السيرجري وجماعه الكلينيشن ما يسمونه جانجرين، العفو ما يسمونه كواجلاتيف نيكروزز، يسمونه جانجرين. يعني هو اللغه الدارجه بالكلينيكال التيم هو الجانجرين، هو نوعين دراي او ويت. الويت اللي هو يشبه الدايبيتيك فود جماعه قدم السكري، والدراي اللي هم جماعه اللي عندهم مثلا فروس بايت، اللي عندهم يعني راينويد فينومينا وغيره من الديزيز اللي حد تعرفون عليها بالمديسن. الانتراسيلر اكوميليشن هي عباره عن تجمع مواد معينه داخل الخلايا اللي ممكن تكون مضره، ممكن تكون مفيده، ممكن احيانا تكون لا مضره ولا مفيده، فحسب يعني انواع هاي المواد. واللي عاده لما تكون على شكل بيجمنت مثل التاتوينج او الكاربون، هذول اللي هم عباره عن اكزوجينوس يعني من الخارج جايين من خارج جسم الانسان زين، مثل هذا الكاربون. وعندنا الاندوجينوس اللي هي من داخل جسم الانسان مثل لايبوفاكسين بيجمنت اللي عاده نشعه نتيجه الوير اند تير بيجمنت نتيجه يعني الميتابوليك اكتيفيتي مال السيلز. والميلانين اللي هي نتيجه يعني الصبغه الدارك ستين اللي نشعها بسبب الميلانوسايت اللي تفرز هاي الماده في الميلانين نشعها اللي تحدد لون البشره مالتنا، لكن احيانا تصير فيها بروليفريشن وتعمل لنا فد ماس معينه. بالروبن اللي جماعه الابو الصفار احنا نسميها او جوندس زين، هذول اللي عندهم يعني اسباب مختلفه منها الليفر ديزيز وغيرها من يعني امراض. وعندنا الهيموسيدرين اللي هو جماعه الايرون زين، اللي عندهم بريك داون مال ار بي سي، بريك داون اوف ايرون اللي نكشف عنه بصبغة خاصة. يعني هاي هون نستخدم الصبغات الخاصة اللي حطت كمية دكتورة زهراء اللي هي بروشين بلو أو البيرز ستين، فهذا عبارة عن الصبغة الخاصة اللي تكشف مادة الايرن اللي هي تكون لونها أزرق، بينما هوني بالأش عندي يكون لونه تقريبا لون بني أو لون برونزي زين. وآخر موضوع أخذنا الكالسيفيكيشن يعني التكلس اللي في الأنسجة، اللي هو باختصار شكلين يا أما ديستروفيك أو ميتاستاتيك زين. الفرق بين الديستروفيك وبين الميتاستاتيك انه الديستروفيك يصير بالداينج تشو، يعني مشكله عندي انا بالتشو زين، بينما سيرم كالسيوم نورمال، كالسيوم ميتابوليزم نورمال، ما المريض ما عنده تفحص يعني تفحص الدم مالته كالسيوم طبيعي، لكن ليش خايف عنده كالسيفيكيشن؟ لانه عنده منطقه داينج او عنده منطقه نان بايبل او منطقه قد تكون انفلامد او لا اخر زين، مثلا منطقه نكروسيس، اتيروسكلروسيس، فالف ديزيز او باراسايت الى اخره زين. وهذا هو يعني قلنا عليها الكالسيفيكيشن يكون لونه بنفسجي او يكون يعني عباره عن وايتش ديبوزيت زين. والميتاستاتيك بالعكس، الميتاستاتيك انه عندي تشو نورمال يعني نسيج طبيعي، لكن المشكله وين؟ انه المريض عنده هايبركالسيميا، تفحص الدم مالته شعر كالسيوم عالي زين، فعنده مشكله بالكالسيوم ميتابوليزم، عنده هايبركالسيميا، فبالتالي هذا الكالسيوم من يزيد عن الحاجه راح يحاول انه يترسب في انسجه مختلفه حتى يعني يعني مثل ما نقول يترسب حتى يتخلص منه الدم فيطرحه للأنسجة، فبالتالي راح يترسب في أنسجة مختلفة. وطبعا ليش يصير عندي هايبركالسيميا؟ أسباب كثيرة راح تاخذها بالميديسن، اللي أما تكون برايمري أو سكندري. البرايمري عادة تكون غالبا يعني نتيجة الباراثايرويد هايبر باراثايرويدزم، أكو غدد حوالين الثايرويد نسميها باراثايرويد جلاند، إذا صار فيها هايبر فانكشن سوينا هايبركالسيميا. أو أحيانا تكون سكندري مثلا للرينال فيلير، يعني ممكن مريض عنده فشل كلوي، فايضا الباراثايرويد هرمون راح تشتغل بسبب الهاي يعني الرينال فيلير، فبالتالي يصير عنده سكندري هايبر كالسيميا اللي ما طرقنا لها احنا ككوزز، بس اعطيناكم فكره الديستروفيك والميتاستاتيك والاورجن اللي صار فيها.
يعني هذا بشكل مختصر، ولو يعني احنا ما راح نطيق يعني بهالنصف ساعة او الساعة نغطي كل شيء، بس هسه انا استقبل اسئلتكم بشكل الريز هاند، يعني اذا ترفعون اكو خاصية رفع اليد، اذا احد عنده سؤال او حب احد يحب يكتب يعني انا ممكن استقبل اسئلته. طبعا رابط الحضور حطيناه بالكلاس روم مثل المحاضرات السابقة، فقط تدخلون على الرابط وتسجلون. اذا تحبون يعني تحكون فاريد ترفعون يدكم حتى اصبح الواحد واحد يحكي، حتى لا يعني شو يعني لا يسألنا اشكال. اذا تحبون تكتبون بالشات روم همين يعني ما عندي مانع، فاشياء ما تحبون احنا حاضرين. اذا عندكم ملاحظات على المحاضره يعني هم المحاضرات اللي اعطيناها طريق، اذا عندكم اشياء كومنت معينه ممكن يعني نحاول نحسن منها ايضا ممكن نستقبل. نعم تفضل محمد حازم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور بس بالهايبركالسيميا قلت السبب الثاني السكندري رينال فايلر يعني؟ السكندري هايبر يعني السكندري هايبركالسيميا عادة ديو تو رينال فايلر يعني عجز كلوي أو فشل كلوي يعني غالبا، زين؟ فالكلى من تتوقف عن العمل هي الكلى أيضا لها دور في عملية الكالسيوم يعني مثلا يعني هوميوستاسيس. فمن يصير عندي عجز بالكلى الباراثايرويد يعني غدة الباراثايرويد تحاول انه يعني تتجاوز هذا العجز، تحاول لانه من يصير عندي يعني رينال فيلير الكالسيوم ليفل راح يقل. فالغدة اللي حوالين الغدة الدرقية اللي اسمها باراثايرويد راح تجي ايضا راح يرتفع مستوى الباراثايرويد هرمون اللي بالتالي راح يعمل ايضا هايبركالسيميا. فاذا الهايبركالسيميا يعني هو موضوع له اسباب متعددة برايمري او سكندري وحتى احيانا تيرشري اكو يعني نوع ثلاثي. لكن بالنسبه يعني قد يعني مفهوم البرايمري خلينا نقول شنو يعني برايمري، يعني مشكله بالباراثايرويد نفسه يعني مشكله في الباراثايرويد. زين من نقول سكندري يعني مشكله مو بالباراثايرويد، مشكله في سبب ثاني والباراثايرويد صار يعني صار فيها سكندري افكت يعني تاثير ثانوي احنا نسميها. فاذا عجز الكلى سوى تاثير ثانوي على غده الباراثايرويد اللي ادى الى انه تفرز باراثايرويد هرمون بشكل عالي. زين فاذا الفكره انه انا عندي مشكله بالكلى اللي ورينا فيلير، هذا العجز بالكلى راح يسوي لنا يعني هايبوكالسيميا راح يقلل مستوى الكالسيوم. فتيجي الباراثايرويد لا تقول خلينا نعدل الوضع، فبالتالي حتشتغل ازيد من اللازم فراح يسوي لنا هايبركالسيميا، فراح يصير عندي احنا نسميها سكندري هايبركالسيميا اللي هي نتيجه الرينال فيلير يعني كسبب رئيسي للرينال فيلير. لو اعالج الرينال فيلير راح انت راح الباراثايرويد راح تشتغل بشكل طبيعي وترجع الى وضع طبيعي وما يصير عندي مشكله بالكالسيوم بالضبط. نعم أحد شكراً دكتور. أهلاً وسهلاً بك. ميكانيزم مالفات نكروزيس. نعم مثل الفات نكروزيس هو نوعين يعني بشكل عام نوعين، يا أما تروماتيك زين أو إنزيماتيك. زين نجي على تروماتيك. تروماتيك اللي جماعة اللي هم أوبيس اللي هم جماعة مثلاً براس الأنسجة اللي فيها فات كثير مثل البراس أو طبق كينوس تشو مال أوبيس بيبول زين أو بالثاي أي منطقة فيها فات كثيرة، إذا تعرضت إلى تروما معينة زين وهاي كثير مثلاً تصير عند البريست فيدينج فيميل اللي ترضع طفلة فممكن تتعرض إلى تروما من البيبي زين، فبالتالي راح يصير عندي شنو راح يصير من تعرض إلى تروما هاي تروماتيك يعني تروماتيك التروما هذا راح تؤدي إلى شنو دامج بالفات سيلز. فبالتالي هذا الدامج اللي يصير بالفات سيلز راح يحفز الإنفلاميشن. إن شاء الله في الأسبوع القادم تأخذون الإنفلاميشن مع دكتورة ندوة. الانفلاميشن هو الالتهاب، يعني هذا الدمج اللي يصير بالفات راح يحفز الالتهاب. الالتهاب من راح يصير الالتهاب راح يتخلص من الدمج هذا، فبالتالي محصله الانفلاميشن راح ينتهي، اما يصير فيها هيلينج زين يعني حتشفى هاي المنطقه وترجع الى وضعها الطبيعي، او يصير فيها يعني سكارينج او تليف معين زين. فبالتالي يعني هاي التروما اللي هي ميكانيكال تروما احنا نسميها ادت الى موت خلايا الفات سيلز زين، وهاي احنا سميناها ليش يعني احيانا تجي الفيميل تقول والله عندي عقده بالثدي زين، اسوي لها اشعه ماموجرام خاصه اذا كانت يعني عمرها صغير وكانت مثلا بريست فيدينج زين او كان ولدت قبل فتره، فهذول الفيميلز يعني ممكن تجي يعني الكتله انه بالاشعه تبين خطره يعني تكون شكلها يعني مخيف مثل يعني تشبه المالجنسي، نرفعها بعمليه جراحيه نوديها للمختبر يقول لا هاي عباره عن فات نكروسيس عباره عن يعني تروما للفات وصار فيها فات نكروسيس. هذا النوع الاول من الفات نكروسيس. النوع الثاني هو الانزيماتيك. يعني شنو الانزيماتيك؟ هذا نشوفه عاده وين بالبنكرياس، يعني خاصه بالبنكرياس اللي هو الريتروبريتونيال اورجان. البنكرياس مثل ما تعرفون هي غده تفرز طبعا فيها اندوكراين بارت وفيها اكزوكراين بارت، يعني جزء
احنا نسميه اندوكراين، يفرز الانسولين والجلوكاجون وغيرها من الهرمونات اللي تروح للدم. والاكزوكراين اللي هو الجزء اللي يفرز انزيمات تساعد في عمليه الهضم، اللي تروح من البنكرياس وين تروح؟ تروح على الدودنام، يعني تصب في الدودنام حتى الاكل اللي يجي بالدودنام ينهضم بعد بالانزيمات الموجوده فيها. فاللايبيد اللي هو من ضمن الانزيمات اللي تفرز بالبنكرياس. هاي الانزيمات عاده تفرز بشكل يعني ايش نقول بشكل مرتب، وبشكل بحيث ما تؤدي الى يعني تروما، او ما تؤدي الى يعني هي الانزيمات تطلع بشكل ان اكتيف ويم الدم تصير فيها اكتيفيشن وتروح، فبحيث البنكرياس ما يتاثر فيها، لانه هي تفرز من غدد البنكرياس او من البلانس مال البنكرياس بشكل ان اكتيف، وراها من يوصل للداكس راح يصير فيها اكتيفيشن، تصير فيها يعني الاكتيف انزيم تروح، فبالتالي البنكرياس ما يتاثر فيها. لكن البنكرياس اذا تعرض الى انفلاميشن، وان شاء الله حناخذ في الفصل الثاني دي اي لكتشر راح نحكي على الانفلاميشن بالبنكرياس او تيومر او ماس الى اخره بالبنكرياس، هاي الانزيمات راح مثل ما نقول تطلع من البنكرياس بشكل عشوائي، زين؟ فمن تطلع من البنكرياس بشكل عشوائي راح تعمل تهضم البنكرياس، يعني بدل ما كان تهضم الاكل اللي غيحه تهضمه عن طريق الدودنام، لا، لانه حتنفرز بشكل مو بشكل مرتب، راح تنفرز بشكل عشوائي، فبالتالي راح تهضم قد البنكرياس اللي هي فيها اصلا، فبالتالي حيصير عندي دمج للبنكرياس. والبنكرياس مثل ما قلنا هو ريتروبريتونيال اورجن، يعني يكون ملزوق ظهر البطن من خلف، فبالتالي حوالين البنكرياس هو كله فات، هو كله عباره عن نسيج دهني. فهاي الانزيمات راح شلون نقول تطلع من البنكرياس الى الانسجه اللي حواليها، فبالتالي ايش راح تؤدي؟ راح تؤدي الى دمج للفات تشو اللي حواليها، اذا مش هون الصوره مالتها، حتؤدي الى دمج للفات او النسيج الدهني اللي حواليها، فبالتالي هذا عباره عن فات حوالين البنكرياس او قسم منه قد يكون بنكرياس. هاي المناطق اللي لونها ابيض مثل البذور البيضاء، هاي عباره عن مناطق فيها فات كروسيف. مين جبتي هذه؟ من الانزيمات البنكرياس اللي بدل ما تروح على الجي اي سيستم وتهضم الاكل، لا، طلعت من البنكرياس بشكل عشوائي ودمرت البنكرياس ودمرت النسيج الدهني اللي حواليها. فهذا هو النوع الثاني من الفات كروسيس، اللي هون ينوشع هون هذول فايبل فات سيلز، زين، وهذول عباره عن دامج فات سيلز. فات سيلز هي تكون عاده لونها ابيض، بس هي بالحقيقه مو ابيض، هي نتيجه البروسيسنج اللي اخذتونه بالمحاضره الاولى مال واكسنج والكليرنج والديهايدريشن، هذول الاشياء راح يسحب الفات، حيعوف مكانات بيضاء، فبالتالي احنا بالسلايد ما ننشع فات، ننشع فقط مكانات بيضاء، فقط ننشع هاي النواه اللي لونها ازرق، زين، فبالتالي هاي المناطق هي الفايبل، هاي المناطق اللي صار فيها فات نيكروسيس، زين، نتيجه انزيمات البنكرياس. وهاي عمليه ريليز انزيمات البنكرياس حتحفز الديبوزيشن اوف كالسيوم اللي اخذناه احنا بالباثولوجيكال كالسيوم، راح يجي فوقاته كالسيوم يترسب. فالعمليه كلها يشبهوها بعمليه صناعه الصابون، يعني تشبه العمليه او 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 كيميكال رياكشن تصير فيها بصناعه الصابون، فيسموها فات سابونيفيكيشن، اللي هو عباره عن فات نيكروسيس with superimposed calcification، اللي هو طبعا هون calcification نوع dystrophic calcification. ليش dystrophic؟ لانه النسيج صاير فيه necrosis نتيجه يعني الانفلاميشن اللي صار بالبنكرياس. يعني اتمنى يكون الاجابه واضحه او يعني مفيده بالنسبه لك. ما اعرف احد هم عنده سؤال يعني استفسار، يعني بالنسبه للملاحظات يمكن قدم المحاضره الاولى كان الصوت ما واضح، فأنا حاولت بالمحاضرة الثانية سجلت المحاضرة بشكل أتطور، يعني الصوت كان أوضح أو أحسن إن شاء الله. أتكم أي ملاحظات يعني إحنا نستقبلها برحابة الصدر حتى يعني نحسن من أداء، يعني تعرفون الوضع استثنائي لنا ولكن يعني أكيد إحنا مهما يعني نحاول نعمل أو هذه أكيد راح يكون ديفكت بالنسبة لكنا. تفضل محمد. الدكتور بس الفرق بين الميتابليجيا والهايبربليجيا. نعم، الهايبربليجيا يعني هو increase in the number of cells. خلينا نعيدها كلها. الهايبربليجيا هايبر يعني هايبر يعني زيادة، بليجيا يعني نسيج أو خلايا، فهايبربليجيا هو زيادة في عدد الخلايا. زين، الهايبرتروفي تروفي هو size حجم. زين، الهايبر هو زيادة، فزيادة هايبرتروفي هو زيادة في الحجم. زين، فإذا الهايبرتروفي هو زيادة في حجم الخلايا، والهايبربليجيا هو زيادة في عدد الخلايا. هاي العمليتين اللي الهايبربليجيا والهايبرتروفي هي عمليتين متداخلتين او عاده يصيغون مع بعض. ليش يصيغون مع بعض؟ لانه الكوز اللي يسوي هايبربليجيا غالبا هو نفس الكوز اللي يسوي هايبرتروفي، لكن ايش راح يبقى نوع الخلايا او نوع النسيج اللي راح يستقبل هذا التاثير هو راح يحدد انه راح يصير عندي، هل يصير عندي فقط هايبربليجيا او يصير عندي فقط هايبرتروفي او يصير عندي هايبربليجيا او هايبرتروفي. هذا اللي هو قلنا علينا بدايه المحاضره مال نوع الخلايا، يعني اذا كان عندي خلايا T
تقدر تنقسم مثل البنكرياس، هيباتوسايت، كيدني الى اخره، هذول خلايا تقدر تنقسم، فبالتالي يصير فيهم هايبربليجيا وهايبرتروفي. الخلايا اللي ما تنقسم مثل الهارت او مثل النيرف، هذا النيورون، هذول ما ينقسمون، فبالتالي ما يصير فيهم هايبربليجيا لانه ما يقدرون ينقسمون حتى باحتياجاتهم، فحيصير فيهم فقط هايبرتروفي. فلاحظنا عضله القلب شلون صار فيها نوع من التضخم، هذا التضخم اللي صار في عضلة القلب هو نتيجة شنو؟ نتيجة الهايبرتروفي وليس الهايبرتليجيا، يعني نتيجة زيادة في حجم خلايا العضلات القلبية يعني، فبالتالي أدى إلى زيادة في حجم جدار القلب. بينما الهايبرتليجيا مثل ما لاحظنا هوني هو زيادة في عدد الخلايا، زين، اللي أدى إلى زيادة في سمك الإندوميتريوم. الميتابليجيا اللي سألتني عليها هي عبارة عن تحول نسيجي من نوع إلى نوع آخر. مثل إذا أخذتم تذكرون بالهيستولوجي، أخذتم السكواموس إبيثيليام، أخذتم الكوبويدال إبيثيليام، أخذتم الكولومينر إبيثيليام، أخذتم السيدوستراتيفايد إبيثيليام، أخذتم الستراتيفايد إبيثيليام. يعني شنو سمبل؟ سمبل يعني طبقة واحدة، الستراتيفايد يعني طبقات متعددة، السيدوستراتيفايد هي الخلايا يعني اللي هي يعني هي متعدده بس بشكل كاذب، هي بالحقيقه هي سمبل بس يوحي لك ان هي متعدده. فاذا هوني في بعض الاحيان يصير عندي تحول من نوع من هذا النوع الى نوع اخر، زين. واخذنا عليها مثالين، المثال الاول جماعه السموكرز، السموكرز عاده النورمال باللانج او بالبرونكاي عندي سيدو ستراتيفايد كولومينر سيليتد ابيثيليوم، هذا هو النسيج الطبيعي او الابيثيليوم الطبيعي اللي بطل لي التراكيا والبرونكات، تشعون فيها هاي السيليا اللي الزغابات اللي تطرد الميكروب وتطرد البور ماتيريالز، زين، هذول النورمال. الشخص من يدخن كثير هذا الابيثيليوم يقول لك والله انا ما اتحمل هذا الدخان، انا هذا الدخان يقتلني، فيتحول هذا الابيثيليوم الى نوع اخر اللي هو سمينه سكواموس ابيثيليوم. سكواموس ابيثيليوم هذا يشبه الابيثيليوم مال اورال ميكوزا او يشبه الابيثيليوم مال السكن، فيكون اقوى، يتحمل الدخان اكثر، لكن هذا على حساب الفانكشن. يعني انت صح تحولت الى نوع ثاني، والنوع الثاني هذا بيتحمل السموكر سموكينج يعني والدخان والمواد الضاره الموجوده بينه، لكن هذا على حساب انه انا فقدت الزغابات اللي كانت تساعدني في عمليه التخلص من الميكروب، فقدت الميوكوس، في بعض الاحيان اكو خلايا تفرز مواد مخاطيه تساعد على ترطيب المجاري التنفسيه ايضا فقدتها، فبالتالي تشعون الشخص المدخن معرض الى النوبات متكرره من الالتهابات، و يعني دائما تشعون العفو القح بلغم، ويعني يصير عنده مشاكل بالرئتين بشكل اكثر من الشخص السليم او الشخص اللي ما يدخن، زين. تلاحظون هذا هو نفس السيدو ساتيفايد ابيثيليوم، وهذا يعني هذا السكواموس ابيثيليوم، فهي نسميها سكواموس ميتابليجيا. يعني التحول احنا نسمينه على اسم النسيج الجديد اللي هو سكواموس ميتابليجيا، وعكس هذا راح تشوفونه بالكولومينر ميتابليجيا اللي هو وين يصير؟ بالأسفل المريء، زين، يصير نتيجة الارتداد احنا نسمينه او ارتجاع المريء، نتيجة العصارات الهضمية الموجودة في المعدة راح ترتجع الى المريء، فبالتالي راح تضر نتيجة المريء. فقل لك نتيجة المريء انا ما اتحمل هاي العصارات، هاي العصارات مكانة بالمعدة، بس ايش يحاول مثل ما قلنا هو ادابتيشن يتكيف، يعني ما حد يغد علينا، فقل لك لكن انا احول نفسي من سكواموس ابيثيليوم احوله الى جلاندولار ابيثيليوم، الى جلاند حتى امشي وضعي، امشي اموري، فما اظل انا اتحمل هاي الاسيديتي واتحمل هذا الانسولت او الستريس اللي علي، فيصير عندي كولومينر ميتابليجيا، يتحول من سكواموس ابيثيليوم الى جلاندولار ابيثيليوم. انا الصوره ما حطيتوها لان قاعد موجود الان، بس انه باختصار المحاضرات ان شاء الله بالعملي راح نشرح لكم على الكولومينر ميتابليجيا ايضا، بس احنا مهمنا الفكره، يعني فكره الميتابليجيا هو تحول من نوع من الخلايا الى نوع ثاني من الخلايا، زين، اثنيناتهم مشهور، اثنيناتهم نورمال، لكن مكان مو طبيعي، يعني مكان الصح لهذا النتيج مو هذا المكان الصحيح، وانما مكان نتيج اخر. وبقى الاتروفي اللي هو يعني الاول ادابتيشن تشينج هو شرينكج، يعني تقلص في حجم الخليه، فبالتالي اذا الخليه صارت صغيره النسيج صار صغير، واذا النسيج صار صغير الاورجن كله راح يصير صغير، وهذه نتيجه تشعوها مثلا الاشخاص اللي عندهم شلل نصفي، او الاشخاص اللي عندهم مثلا مجاعه ستارفيشن، او الاشخاص مثلا بالايجنج تشعون كبار السن، زين، هذول يسوون يعني انسجتهم تترهل، ويعني حتى بعضهم قامتهم يعني تبين كانه اقصى، زين، نتيجه انه عمود الفقري انحناءات اللي تصير فيها. فهذا هو يعني المشكله الرابعه او الادابتيشن تشينجز الرابعه. ما اعرف، نعم، شكرا دكتور. العفو، يعني اذا عندكم بعد اسئله او استفسار انا معاكم. العدد ما وصل 100 فاحنا نطيق نكمل، يعني واللي يحب يغادر يعني هم ما عندي مشكله، يعني اللي عنده سؤال تفضل، يعني
عندكم ملاحظات اخرى على المحاضرات او على الماده؟ ان شاء الله الاسبوع القادم يعني انفلاميشن مع دكتوره ندوه، راح تعطيكم موضوع الانفلاميشن، راح تبدي في موضوع الالتهاب ايضا نفس الشيء، راح يكون 3 و4 ساعتين ونص مسجله، ويعني ان شاء الله بعد 3 محاضرات راح تجي معاك اللي هي لايف، وراح يعني توضح لكم بعض النقاط المبهمه، تعمل لكم فد رابد يعني فد مراجعه سريعه للمحاضرات العملي، يعني هم ما بلغونا بينه، من يبلغونا ان شاء الله احنا نبلغكم باليه العمليه. نعم تفضل علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. العفو دكتور، عندي توضيح بس مجرد على المحاضرات النظري، نعم يا ريت يكون بها يعني توضيح بسيط، خلينا نقول من فقرات، يعني خلينا نقول بكل سلايد، حتى بعض الامور المواضحه يكون واضحه للطالب وما يحتاج انه مثلا يرجع لفد مراجع او يبحث مثلا خلينا نقول جوجل ترانسليت، يعني من هالناحيه. توضيح ايش قصدك من اللغه يعني؟ من اللغه لو من يعني هي مثلا بعض راح تجيني مصطلحات غريبه او خلينا نقول جديده. نعم. بعد ما تعرفنا عليها، ايه فمجرد ايه بس توضيح هالشكل بسيط بعد الفقره صحيح نكون ممنونين من عندك. صحيح. وتعرف ما احنا يعني احنا نحكي يعني دائما احنا يعني نبسط، نحاول الامور، نحاول يعني اي مصطلح يعني كنا نشرحه، يعني حتى مثل ما نشرح لكم الهايبوكسيا ايش نو ديكريز اوف اوكسجين، اسكيميا ايش نو ديكريز اوف بلاد سبلاي. بالضبط. يعني دكتور هسه بلا مقطوع كلامك، هسه ما شاء الله يعني شرح هسه خلينا نقول هاي النص ساعه، يعني وضحت كثير نعم امور كانت مبهمه خلينا نقول طبعا بالمحاضرات النظريه. طبعا طبعا. بتعرف مرات يعني احنا نحاول بيها، بس مرات يعني ما اعرف شلون يعني اقول لك يعني تسجيل المحاضره كذا، تعرف ماكو تفاعل، انت مثلا من تصير محاضره تفاعليه، حضرتك حكيت معي هذا الشيء انا قد صحيح ارد عليك، بينما انا قد صحيح اسجل واحد، يعني تعرف واحد بشر احنا ياخذنا يعني انا قد احكي وقد احكي بالنسبه لي انه كل تهمه اللي حكيتونه او كل استوعبوا الفقره اللي حكيتوها، يعني فتعرف يعني هذا يعني شويه يعني يعني يعتمد على مثل فاريشن نورمال يعني انديفيدوال فاريشن، يمكن انا احكي بالطريقه، استاذ ثاني يحكي بطريقه ثانيه، استاذ ثالث يحكي بطريقه اخرى، فاحنا عملنا هذا اللايف في سبيل انه مثلا انت مثلا من تقرا تقول والله هاي فقره ما فهمتها خليتها البيئه، شوف تستلبيها من عندي، من صديقك، من الكتاب، من يعني من الجوجل، كلها مو غلط، يعني هي كلها الان يعني العلم تطور، ويعني احنا كان على زماننا مثلا يا دوب نحصل المعلومه بطريقه معينه، يعني الان يعني جوجل موجود والكتب موجوده ولا هذه، فان شاء الله يعني عن المستقبل احنا ناخذها بعين الاعتبار، يعني اي اي ان اي شاء الله اعتبره يعني جديد عليكم نوضحه حتى لو باللغه العربيه، المهم انه يوصل. بارك الله بكم وجودكم ان شاء الله، نشكركم. تتلل ان شاء الله موفقين. هلا بك. نعم محمد حازم تفضل. دكتور اخر سؤال ولو نعم. تعبت. لا بالعكس بالعكس ما عندي اي مشكله تفضل. الكوزياس نيكروسيس يعني شنو بالضبط؟ كازياس هو شكل من اشكال النيكروسيس، زين؟ ليش سمونه كازياس؟ لانه هو شكله يشبه الجبن، فسمونه النيكروسيس الذي يشبه الجبن، زين؟ يعني كازياس نيكروسيس بمعنى تشيزي لايك نيكروسيس، زين؟ يعني هو يعني هو نيكروسيس، يعني هو صار ديث، وهو يعني حاله حال كوجلتيف او حاله حال ليكوفاكتيف او حاله حال فيبرينوس، هو سيلف ديث. لكن هذا اذا احنا مثل ما قلنا هاي الانواع السته من النيكروسيس تصير في يعني في 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 ظروف معينه، هذا ظرف الكازياس يصير عاده بالتي بي، تي بي او التدرن، زين؟ او مرض السل اللي هو مشاع عندنا موجود في العراق وموجود ايضا في بعض الدول يعني الشرق الاوسط وغيرها، زين؟ فهذا المرض يؤدي الى يعني يؤدي الى التهابات مثلا بالرئتين او بالعقد اللمفاويه او الى اخره، طبعا حتاخذون انتم تاخذون التي بي بشكل كامل في محاضرات الانفكشيوس باثولوجي، زين؟ هذا مجرد مقدمه لها. فالنكروسيز او اذا صار ديث بالتي بي راح ياخذ شكل الكازيشن جروسلي، طبعا هو كازيشن يعني يعني يش يعني هو مصطلح يعني هو جروسلي اكثر يعني بالعين نشوفه اكثر ما نشعر بالسلايك، يعني هذا هو هذا يعني هو لسوء الحظ يعني ما تقدر تمسكه بيدك، لو ان شاء الله تسمح لك فرصه توشع المريض عنده تدرن وتوشع عنده هذا عمل عنده او تغط جراح وتاخذ منه خدعه راح تلاحظ انه هاي مثل ايش ماسك الجبن الاصفر، يعني بالضبط جبن اصفر، يعني هكذا تمسكه بيدك مثل كعبالك جبن، زين؟ بالسلايد راح يبين على شكل مثل حاله حال حال اي نكروسيس، هو عباره عن يعني هوموجينس ستراكشرلس ايزونوفيليك ما بين نواه، فقط عباره عن يعني ماده سيتوبلازميه زين وخلايا ميته هوني ما عندنا اي خلايا عايشه، وراح تلاحظوا راح تحطوها ان شاء الله بالانفلاميشن بالكرونيك انفلاميشن، وراح تاخذوها ايضا بالانفكشن باثولوجي، راح يحكوا لكم على الجرانيلوما شلون تحاوط هذا الكازيوس. فاذا هو
شكل من اشكال النكروسس. الاشياء اللي تميزه انه هو يشبه الجبن ويصير في مرض التدرن، وهو مو فقط بالتدرن، ممكن نشوفه في بعض الفنجل انفكشن، بعض الامراض الاخرى ممكن نشوفه، لكن هو بشكل عام يعني 99% منهم شعوا في مرض التدرن او مرض التي بي. نعم. يعني دكتور تعتبر كاركتريكتس فيتشر للتي بي؟ لا هو يعني احنا مثل ما قلنا هو يعني not pathognomonic then، هو يعني special form usually seen then، هو not pathognomonic. يعني شنو not pathognomonic؟ لما تقول شيء pathognomonic يعني بنت اشعة تحلب علينا وخلاص، يعني انت يعني مثلا اشعة التكاثر تكروسس، يعني انت تقول هذا المريض 98% تي بي، خاصة بالعراق لانه يعني اندمك، يعني عندنا بالعراق موجود اشعة البيبي اول ما يجي عندني راسا يحقنونه هذا البي سي جي اللي لقاح البي سي جي اللي هو يمنع المرض التدرن، زين؟ في الخارج باوروبا بامريكا ما كثير شائع هذا المرض، يعني موجود بس يعني مو كلش شائع، زين؟ فبالتالي يعني انت ما تشعر كارديو كروسس بالعراق ايه تقول لي هذا 99% تي بي، لكن تبقى مثلا 1 او 2% قد يكون مرض نتيجه فطريات، قد يكون مرض نتيجه التهابات بكتيريه او غيرها، زين؟ لكن يعني احنا نقول غالبا يوجوالي، يعني يوجوالي مو اولويز، يعني عاده انه شعوا بالتدرن، لكن هو مو باتاجنومونيك، هو ما تطيق انت تحلف عليه انه 100% تكون هذا تي بي. الا ايش تعمل؟ تروح تعمل زراعه، يعني تزرع تاخذ هذا النسيج، يعني اضافه الى فحص الهيستوباثولوجي ممكن تاخذ يعني من السبيوتم ماله من اللعاب ماله تاخذ نسيج وتعمل له فحص زراعه للتي بي او تدرن، زين؟ وحاليا قاعد يعملون فحص البي سي ار، زين؟ يرشعون انه اكو عطيات السل او لا، يعني اذا ما ترشع العطيات مال السل ما تقول عليه انه هذا توبركلوسز 100%، لكن مثل ما نقول يعني ماكو دخان من غير نار، يعني مثل شعرت كاذب كلوسيد. وبالعراق يعني انت تطيق تقول هذا 99% من يعني احتمال تبوت كلوسيد، يعني هذا تدرج، يعني بس تبقى 100% تعتمد على الفحوصات الثانيه مثل البي سي ار او مثل فحص اللعاب او اكو بد يعني يزرعوها اذا تاخذون ماكروبيولوجي او احتمال ماكروبيولوجي يزرعوها على شكل يعني ميديا معينه يزرعون هاي البكتيريا ويشعوها اذا قامت تنمو تظهر عطيات التي بي. فهذا ان شاء الله الموضوع كامل راح تاخذونه في محاضرات الانفكشن، يعني الانفكشن باثولوجي هي جزء من محاضراتنا، وقد تاخذوها ايضا في مواضيع الميديسن ايضا في محاضرات الباطنيه ان شاء الله. اشكرك دكتور. اهلا وسهلا يا هلا بك. اذا اكو اي سؤال ثاني، الحضور طبعا هو موجود بالكلاس، واللي يحب يتفضل اهلا وسهلا بكم. انا هم سجلت اللقاء هذا ان شاء الله، يعني اذا مريح خلينه بالكلاس روم، وان شاء الله ما عندكم اي سؤال او استفسار، يعني احنا يعني اي سؤال او استفسار احنا ممكن نجاوبكم عليه، يعني حتى لو بالكلاس روم اذا عندكم استفسار معين. يعني بالنسبه للباثولوجي احنا يعني بالدنتستري بالطب الاسنان يعني هو موضوع مكمل اكيد لمواضيع مثل اكم مواد ثانيه اهم، يعني مواضيع الحشوات ومواضيع يعني الاورال سيرجري، وهذه اكيد هي مواضيع كم الاساسيه بالميديسن. جماعه الطب نعتبره اساسي اكثر لانه يعني هم يبنون عليه انه بعدين الميديسن والسيرجري. بالنسبه لطب الاسنان هو قد يكون مكمل يعني لمواضيع اللي تاخذوها ان شاء الله. فاحنا نحاول بالمحاضرات مالنا نوجه المحاضرات بشكل انه يخدمكم في مواضيعكم الأساسية اللي أنتم راح تأخذوها إن شاء الله في الصفوف اللاحقة إن شاء الله. أعتقد يعني ما أكو يعني بعد أسئلة أو شيء أو استفسار، يعني إن شاء الله راح أنهي اللقاء وأتمنى لكم الموفقية إن شاء الله. الأسبوع القادم دكتورة ندوة صبحي راح تعطيكم محاضرات الإنفلاميشن ابتداء من يوم الثلاثاء القادم بنفس الآلية اللي عطيناكم بها المحاضرات. يعني شكرا جزيلا لحضوركم، مع السلامة.